انتم تسمعوا في اي اف ام غراس ماتيني إنس الجيبسي من 10 نص نهار على اي اف ام احلى راديو لحداش وحداش دقيقة على يافام أحلى غاديو. رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من غراس ماتيني، مازلنا مواصلين حتى النص نهار. بعد شوية نحكيو سونتي، نحكيو على طبيب الأسنان والخوف من طبيب الأسنان. برشا ناس عندها فوبي من الدونتيست، دونك يحضر حذينا الدكتور أمين الورغي طبيب أسنان باش نحكيو في الموضوع هذا. كيف كيف زاد عندكم موعد مع الفستيفال اليوم، نهزوكم البنزرت يدخل معنا سي لطفي السويقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي. نحكيو على عرض اليوم المايسترو لي بسام الحمراوي، وحفل الاختتام باش يكون مع الفنانه الكبيره نجاة عطيه نهار 20 اوت. هذا واكثر يستنى فيكم في ساعتنا الثانيه من غراس ماتيني. لكن توت سويت موضوع الساعه، الموضوع اللي يحكيوا فيه برشا توينسه الجمعه كامله، بوليميك كبيره على داء الكلب بعد الاعلان على 10 حالات وفيات من داء الكلب. دونك شنو هي الاجراءات، كيفاش نجموا نتعاملوا مع الحكايه هذيا؟ توت سويت تجي بحذينا ملك معلاوي باش نحكيو في الموضوع هذا. نصبحوا عليها قبل كل شيء، نقولوا لها بونجور مالوكا. بونجور إنيس، شو حوالك؟ لاباس؟ سافا تري بيان. للاسف الاخبار ما تفرحش برشا الجمعه هذيا، ونحكيو على داء الكلب خاصه كي نحكيو على 10 حالات وفيات من داء الكلب، دونك رقم كبير برشا. وي جوستمون إنيس، اللي فماش اليوم موضوع ساعه اكثر من الموضوع هذايا نتاع اليوم. كما قلت اكثر من 10 حالات وفيات منذ بدايه السنه، اللي هو رقم مفزع شويه. باش ما غلطوش الناس، باش نعطيو شويه ارقام قبل ما ناخذوا مع بعضنا التليفون، باش نحكيو شويه على التلقيح، باش نحكيو شويه على الوقايه، على الاعراض، على نفهموا شويه الناس شنو هو داء الكلب وكيفاش نجموا نحميو رواحنا منه. به داء الكلب ديجا هو مشكله صحيه عموميه اللي تمس اكثر من مالوغوزمون 150 بلاد في العالم. اكثر من 40% نسمعوا مليح، اكثر من 40% اللي يتوفاو اقل من 15 سنه، هما اطفال اقل من 15 سنه. يسبب سنويا ما يقارب 60,000 حاله وفاه في العالم، وكما قلنا اللي هو رقم كبير برشا. وتكلفة متاع داء الكلب توصل يا إيناس 8.6 مليار دولار أمريكي، بين الوقاية، بين الحماية، بين الكلاب بيدهم من لقحولهم، دونك رقم كبير. نرجع توا لتونس، نحكيو على تونس أكثر. وزارة الصحة والداخلية والفلاحة والموارد المائية هبطوا بلاغ مشترك مع بعضهم باش يقولوا للناس باش يتوخاو الحذر نتاعهم وياخذوا الاحتياطات اللازمه نتاعهم. اما باش نحكيو اليوم على الجانبين، على الانسان وعلى الحيوان اللي هو الكلب اللي يجينا منه المرض هذايا. وعلى هذيك باش نستقبلوا مع بعضنا الدكتور علاء الدين المداحي طبيب بيطري. صباح الخير دكتور، مرحبا بك معنا على اي اف ام. صباح الخير. مرحبا بكم، صباح الفل، صباح النور. مرحبا بكم كل مستمعي إذاعة إي إف إم. عايش مرحبا دكتور. نفيدكم بحاجة تنفع إن شاء الله، نفيدوها إن شاء الله. بالضبط. كما قلنا دكتور، اليوم وصلنا تقريبا 10 حالات من الوفاة بسبب داء الكلب، شيء اللي خلق نوع من الهلع والخوف في صفوف الناس الكل، خاصة الأطفال والأمهات. خاصة بعد ما سمعنا خبر إنه شخص مات بخبشة متاع قطوسة. خبشة متاع قطوسة، فوالا. هو ديجا باش نفهموا علاش شنو الأسباب اللي تخلي الارتفاع هذايا متاع حالة داء الكلب. إسك التلقيح هو ناقص؟ إسك المشكل من الكلب بيد، والمشكل من الإنسان اللي يمشي للكلب بالكشي؟ مشكل منين بالضبط يجي؟ شنو السبب؟ بالنسبة لداء الكلب نعرفوه، هذه وحكينا فيه برشا مرات، وقدش مرة صدايتوني وحكينا عليه الموضوع. صحيح. برشا زملاء وحتى العميد الأطباء البياطرة الأستاذ برجب بحكي عليه الموضوع. باش نعاود نحكي نفس الموضوع، انه داء الكلب هذايا مرضى ماجيش كان للكلاب، يجي للكلاب للقطط للاغنام للابقار، معناتها تمس معظم الثدييات. اللي باش نحميو منها تو سامبلومون لازم نلقحو. هذا هو معناتها تو سامبلومون لازم تتلقح. السياسه الدوله في الاتجاه هذايا كانت ناجحه، معناتها بالعماره 2009 ما عندنا حتى حاله. فهمتني؟ عندنا قبل في باستور كي تكون عندنا في بشره متشر في تونس، معناتها جينا حاله نتفاجئوا ونمشيو نلقحوا ونمشيو كذا. كنت فينومين معناتها حاجه ما نراوها مره في الفيل.
يعطيك صح. لكن مع بون كما حاله البلاد والوضعيه تاع البلاد تبديل معناتها معناتها المسؤولين كل مره يتبدلوا المسؤولين دونك تتبدل كما نقولوا نحن طريقه المعالجه تاع الداء يمكن ثبت خلل والخلل ابارمون في التلقيح اللي مش قاعد يصير كونفينابلومون ومش قاعد يوصل التلقيح لمعظم الحيوانات اللي لازمها تتلقح دونك بطبيعه الحال في شوف حاله تخرج وهذا مرض خطير وهذا معناتها عيب معناتها في 2024 يكون عندنا معناتها ديكاد وغاش والله هذا هو والله هذا هو الدكتور اللي كان حبيت نحكي عليه ظهر لي فضيحه شويه ولا خلينا نقولوا راه ماهوش عادي اليوم في 2024 الناس احنا في 2009 ما عندنا حتى حاله فهمت فوالا مش بالتوالي معناها الكل تتاهب وتهلا كي تكون عندنا حاله نتاع حيوانيه مش حاله ايمان الناس الكل تهلا وتمشي وتداوي وكل شيء هذا هو لكن ها نفصل لك الاشكاليه دونك اول حاجه عن التوعيه التوعيه كان قبل الاعلام سورتو معناتها في التلفزه يتوجه ويعمل حملات دي سبوت تاع توعيه اللي هم يكونوا مهمين جدا هذوما لي سبوت يقعدوا في المخ فهمت معناتها لازم نفهموا العباد خطوره المرض هذايا ونتيجه التهاون في تلقيح حيوان نتاعو وحتى معناتها كي نشوفوا معناتها حاله نتاع كلب في الشارع سبطة وكذا لازمنا نعلموا عليها ساعات نشوفوا كلب معناتها مسعور ولا نشكوا فيه ولا كذا نعلموا عليها حتى زملاء في ليتاتيك اللي يخدموا مع الدوله ولا اللي يخدموا مع البريفي نحن بالقانون نحجزوه الحيوان هذاك ويقعد اون اوبسرفاسيون لكن دكتور سامحني تقولي كي نلقاو كلب عنده الاعراض في الشارع لازمنا نعلم لكن نتصور هذا مسؤوليه البلديه ومسؤوليه الدوله قبل كل شيء باش هي خلينا نقولوا نكونوا واضحين مسؤوليه الناس الكل بالاخص بطبيعه الصوره المعنيه اللي هي بالقانون واجبه باش تعالج الامراض هذه معناتها سيدي مالدي للدوله ما عندهاش حل اخر لازمها كما الحرب معناتها لازمها تدخل في حرب باش تدافع على روحها نفس الشيء بالنسبه للامراض لازمها تتكثف الجهود الناس الكل باش معناتها باش نقضيو على المرض هذايا واللي معناتها كيما معناتها السياسه المنتهجه توا القنص اللي التعليمات اليوم مش حل القنص اللي هو سي تافيري ما نجحتش يا اخي مش حل بالضبط ما نجحتش فيها باهي دكتور باش نسالك قد ما يخرجوا لك الحالات ما اكثر لانه القنص مش حل الحل معناتها لازم الناس الكل تتلم بعضها سيكتور بريفي سيكتور صحيح نخرج بحلول فعاله ما اللي نشوف فيه ما فماش تقدم وديما نفس الاخطاء قاعده تتعاود وزيد التوعيه راه الاعلام عنده دور كبير طبعا مشكورين انتم توا يعطيكم الصحه جبتوا الموضوع لازم معناتها توا حملت التوعيه دي سبوت بيبليسيتير في الاتجاه هذايا باش الانسان ولا الطفل ولا مالك الحيوان يعرف اللي فما معناتها فما خطر فما خطر كبير اي خطر كبير بيه دكتور باش نسالك حتى خطوط سامحني هذايا التفاصيل الصغير القطوس راهو عنده دو فورم دو راج ويقول لك ده الكلب لكن حتى القطوس مرض راهو بالكلب القطوس عنده دو فورم عنده لا فورم معناتها اجريسيف اللي يشوفوها القطوس يبدا بمياد رياز وعينه محلوله وباف ومعناتها والاجريسيفيتي نشوفوها على القط فهمت وفما حاله سكون ابل لا راج سيلونسيوز القطوس يبدا منعزل راك ما تفيق حتى شيء هذه اخطر مازال منظوي وما يحبش معناتها ما يحبش الضوء انت تمسه منه وهو يخبشك علاش يقولوا قائل علاش التخبيش يعدي يعدي الكلب بالضبط لانه القطوس تو سامبلومون يلحس روحه ينمك تعرف القطوس حيوان نظيف بدا ينظف في روحه كونت يلفا معناتها ليشي الكريف نتاعو ولا لاباس نتاعو يلفا ايتالي لو فيروس معناتها في دونك يورا اون كونسونتراسيون دو فيروس او نيفو دي غريف عندي كي باش يخبش تو سامبلومون يفا فير رونتري معناتها لو فيروس كي فا سو ريبليكي ويتعدي لك في البدن نتاعك فهمت معناتها لازمها حيوه معناتها التوعيه ولازمنا نوعيو العباد ولازم الدوله تبذل مجهود اكبر ومسؤول ما نحبوش ننتقدوا نحبوا ديما يكون معناتها النقد البناء ماذا بينا معناتها مجهود اكثر دكتور عندي زوز أسئلة نجم نكملوا بهم الأولا هل فما تقصير من الإنسان زيدا هو بيدو في الوقاية وفي العلاج زيدا في نفس الوقت خاطر نسمع اللي فما برشا ناس للأسف ما تتعرض للخدش ولا للعظ من الكلب وتتعرض لداء الكلب من بعد ما تمشيش الباستور ولا بتمشيش لأي لابوغاتوار ولا لأي بلاصة تنشطن فيها فاكسان فما تقصير هوني شوف الانسان اول ما يتعدي ما انا حتى حرفائي وحتى الناس اللي نعرفهم عائلتي انا بيدي كي معناتها نحن الحمد لله تلقحنا برشا مرات الكلب
خاطر انا ناس معرضين معناته ناس اللي احنا لازم نكونوا ملقحين، لكن الناس اللي اول مره يهز قطوس من الشارع انا ساعات نقول له هز قول لي خبش لي ولدي، نقول له هز ولدك يلقح، يقول لي كيفاش راه تخبشه صغيره، نقول له هز ولدك يلقح، قول لي عليه تفاصيل لك من بعد لقح ونحكيو رسمي كي يمشي يلقى فاسور معاه يقول لي دكتور يعطيك الصح. معناتها شوف التوعيه ودور الطبيب البيطري ودور الدوله انه نوعيو العباد ونشدوا صحيح، وراه كي نتخبشوا ولا نتقدموا نمشيو على عين المكان ونستناو دورنا لين نلقح وجبروا معناتها لو بروتوكول فاكسينال اللي تعمل ما تبغيش لعبه معناتها الناس دي شركات طبعا وتعمل دي بروتوكول معناتها كي سون فيريفي وكل شيء نطبقوهم باش نقووا المناعه نتاعنا ونبرودير دي زونتيكور بور نو بروتيجي. فهمت؟ دونك لهنا دور الانسان في المسؤوليه في حياته في حياه ولده في حياه الحيوان نتاعو. بيان سور بيان سور سي ان تو هو بالضبط. فما زاد طريقه التلقيح مهمه جدا. اي عمليات في الدور. انا جاوب عمره اموان اي با برودوير دي زونتيكور. عمره شهر المناعه نتاعو اني با انكور ماتور. صحيح. معناتها لازم اللي يلقح ولاحظنا برشا معناتها وخيان يخرجوا يلقحوا ماهوش مؤهلين. سي دي تكنيسيان ماذا بينا طبيب يخرج يلقح. لانه الطبيب كي يخرج للحاله يعرف لا مريض دونك مريض ما نفكسنوش. صغير دونك صغير ما يتفكسنش. لازم يقول له لا دو تروا موا. والفو فاكسيني تروا موا الحيوان يبي برودوير دي زونتيكور سانغون سيستيم ايمونيتير كومونس اتر ماتوري يولي ماتور اون بو دونك فاكسيني بو افوار دي زونتيكور. فهمت؟ دونك هنا برشا حاجات تدخل فيها والتوعيه ومع التعاون الجهود تاع الناس الكل. دكتور سامحني بالنسبه للحيوانات اللي ديجا مصابين بداء الكلب كيفاش نتعاملوا معاهم؟ شنو مصيرهم؟ هو الحيوان المصاب بداء الكلب اذا كان باغ اكزومبل عند الطبيب البيطري بطبيعه الحال باش يقعدوا اوبسيرفاسيون ولين يموت ومن بعد باش يمشي الباستور باش يدفعوه في باستور باش يتقص راسه باش يمشي كونجلي اذا كان باغ اكزومبل النهار السخانه كيما هكا ماذا بينا نحطوه في الفريجو نتاع الطبيب بعد يخرج كونجلي ديريكتومون للواحد للباستور باش يتقص راسه باش يعملوا دي تيست معناتها كي فون ديتيرميني اسكيلي معناتها عنده مرض الكلب ولا لا. وبالنسبه كي تشوفوا كلب في الشارع تحاولوا نعلموا السلطات البلديه. السلطات البلديه نعلموا نصوروا ونحطوا على الفيسبوك. اي معناتها في الاخر يقتلوه ولا ينجموا يداويوه ولا ينجم عليها يشفى من داء الكلب؟ داء الكلب نحن في البروتوكول نخليه يموت وحده. لانه باش نتاكدوا ولان نجم راهو الاجريسيفيتي هذيك تكون اجريسيفيتي معناتها من حاجه اخرى متقلق خايف الكلب حاجه باش ما نظلموش هذا الكلب. لكن كي يقعد اون اوبسيرفاسيون سواء يمشي للبلديه في الفورير تاع البلديه ولا عند الطبيب البيطري كي يموت يموت وحده من بعد بطبيعه الحال باش ينزلوا الباسور باش يكونوا دكتور ما تلتج عند الطبيب البيطري فهمت توصل حتى 15 يوم ماذا بينا لو خيال اللي يشكوا فيه كلب يزوروا الطبيب البيطري يخلي الكلب اوبسيرفاسيون نفهموه الكلب شنو الاعراض فما حاجه بالطبيعه فما اعراض اي شنو الاعراض كيفاش نتعرفوا على داء الكلب دكتور كيفاش نعرفوا اللي الكلب هذاك عنده داء الكلب عنده لغاش فما اعراض معروفه واللي الناس كلها تعرفها لاباف مثلا لاباف فما لاباراليزي معناتها بوستيريور اللي هو اللي كان بيمشي على يديه القدامين الزوز فما الاجريسيفيتي فما المياد رياز العين تحل العين حمر بداو ما عادش يعرف مولاه كي تخزر مولاه ما عادش مرحبا بمولاه هذا حاجات شفته من بين معناتها الكلب ما يعرفش مولاه اللي يمد يده يقدمه فهمت معناتها حاجات كيما هكا وكي يشكوا فيهم ولو حتى معناتها 5% نهزوا للطبيب لانه هو خدمته مخول وبروفيسيونيل ونجي معناتها ينصب لك الحاله نتاعك او معناتها ياكد مرض او نفي مرض الكلب. باهي دكتور سؤال اخير انت ايناس قبيله سالتك على الكلب كيفاش نتعاملوا معاه ما تلتجئوش ساعات للتنازي معاه الموت الرحيم الكلب على الاقل هو داء الكلب اذا كان شكينا في داء الكلب نعاود رانا ما نقتلوش اون لو ليس اون اوبسيرفاسيون كان مات وحده رانا باش نهزوا الباسيور بطبيعتنا باش نعرفوا كان ما ماتش راهو لاباس عليه راه فما حاجه اخرى او اشكال اخر اي كي هو مريض بداء الكلب دونك انتم ما تقتلوهش اوكي اما لكن هوني فما مشكل في المجتمع يقول لك نخاف انا نخرج نلقى كلب مريض بداء الكلب هوني شنو يصير مصير الكلب شنو يكون معناتها كان مش الموت شنو يصير له؟ هو في كل حال باش يموت وحده الكلب اذا كان عنده داء الكلب باش يموت وحده ما عندوش غروب فهمت علاش يقول لك ما عندوش حياه طويله هو بطبيعته مش باش يطول معناتها في اغلب الحالات 99% باش يموت في الجامعه الاولى الاعراض
من ظهور الاعراض. لكن بطبيعه الحال اذا كان يشكوا في حالنا على السلطات، على السلطه وعلى الدوله وعلى السلطات نتاعنا، تجي معناتها السلطات تقوم بالواجب، يا تهزوا يا معناتها تتصرف كيفاش. الدكتور هذا بالنسبه للكلاب، وبالنسبه للعباد اللي ديجا تصابوا بداء الكلب عن طريق الكلاب ولا القطط ولا الحيوانات الاخرى، كيفاش لازمهم يتصرفوا؟ راهو حتى باش نزيدوا نذكروا، هذا الكلب مش كان الكلاب، راهو يبدل الكلاب قطط اي الجلابة جرذان، فما حتى الخفافيش دموية زادة. الخفافيش بورتور اسمبتوماتيك، يعيش به الخفاش، داء الكلب في الخفاش، هذا برشا ناس تعرفهاش. يجد ما كيعدي لك داء الكلب لكن هو ما يموتش، يعيش فيه، سي بورتور اسمبتوماتيك. بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز راهم يمرضوا بداء الكلب، لكن الإشكالية وين؟ أنه ساعات يبدا الفلاح يخزر البقرة نتاعه ولا الناعجة نتاعه ما تاكلش، يتحير عليها، يمشي زعما باش يمس الفم باش يحل باش يثبت، وكي يبدا هو مجروح من يديه باش ينتقل له جرثومه ولا الفيروس. اوكي. يولي زاد يضرب ذا الكلب. دونك لهنا لازمنا زاد، علاش قلت لك التوعيه؟ ونوعيه ونفهمه لي سبوت بيبليسيتير كيما قبل كان استعمل القناه التونسيه الاولى، كان زاد توعي حتى حتى الامراض الاخرى ولد يلقح وكذا، توا في مسخنا نحن كانوا في لي زاني 80 90 انا سبوت بيبليسيتير تاع الامراض الخايبه اللي تمثل الابتر توا في مخي نتذكرها. فما بالك معناتها كان نعملوا حاجات توعويه في الوقت الحالي على لي ريزو سوسيو، على انستغرام، على فيسبوك، نستغلوهم باش نزيدوا نبثوا توعيه ونفهموا المجتمع نتاعنا اللي راهو الحيوان يمرض ولازم يتلقح ولازم كذا، والدوله تعمل مجهود وتكون اكثر سيريوز. معناتها كما قلت لك نحن ماذا بينا الطب تخرج الزرق مش لي تكنيسيان، لانهم يعرفوا الاعراض ويعرفوا كذا، زملائنا لي كومبيتون ما شاء الله عليهم. دونك فوالا في الاتجاه هذا الناس الكل تتعارض مع بعضها ونقاوموه، معناتها ونعتبروها حاله نتاع حرب، ويد واحده الناس الكل ونقاوموها ان شاء الله. اكزاكتومون، من ناحيتنا نحن نحاولوا نعملوا اللي علينا ونحاولوا نحكيوا في في الموضوع هذايا باش نحاولوا نوصلوا الميساج ونوعيوا الناس. لكن دكتور انا سالت قلت لك الانسان اللي ديجا كيما نقولوا قدموا الكلب ولا قطوسه ولا اي حيوان اخر، كيفاش لازمه يتعامل مع الحكايه هذه؟ عشان يقتل البلاصه هذيك يخسرها بالصابون الاخضر بكذا بكذا مده 15 دقيقه ويمشي ديريكت الى فاسور. باسور نذكر في تونس العاصمة نعرف اللي باسور يخدم، ومعناتها وفما الياسمينات اللي هي بيرمانونس، فهمت، بالنسبة لبن عروس هذا باسور، وعنا الياسمينات كون بيرمانونس كيما نهار السبت ولا نهار الأحد. بالنسبة يستنى دوره قداش المدة اللي مازموش يفوتها باش يمشي الباستور وياخذ التلقيح اللازم؟ شوف أنا ما نحبش نحصر في مدة، هو 24 ساعة لازم تمشي باسور، واضح، ما نحبش نقول له 3 ايام ولا ظهور اول الاعراض، في اقرب الاجل، في اقرب الاجل امشي اجري باسور وقت فزعة، تحمي روحك، تحمي صغيرك، ما تخليش معناتها لين فما اعراض ولا تخبر. كان ظهروا الاعراض في مرض الكلب عند الانسان راهو سي فوتو، واضح. بيك باش نختموا معاك دكتور، لكن بربي قاعد لي سؤال هكايا في قلبي، خاطر توا كيما تعرف السخانه برشا ناس ترحم كل اللقطه، تسوي الكلاب اللي في الشارع تتعامل معاهم تعطيهم ماكله، لكن توا مع الخبر هذايا نتاع داء الكلب الناس ولات تخاف، كيفاش لازمهم يتصرفوا؟ هو راهو صحيح راهو داء الكلب، لكن الرحمه ما لازمهاش تنزع من القلوب نتاعنا، خاطر نحن تونسه ناس نرحموا ناس نحبوا الرحمه تنزل علينا زاد. حتى شوف هو شوف هو راهو مسؤوليه نتاع الناس الكل، زاد انا بلديه ما تجيش تهز الكوبال وتقول لي البلاصه هذيك نقطه نتاع انتشار ونقطه نتاع تجمع تاع كيلو كتابه، هذه غلطه البلديه مش غلطه المواطن. انت كي نحط تعرف ما رحمه زاد العالمين ما مش تحسبني عليها، فهمتني؟ شويه منه وشويه منه. راهو مع بعضه، راني نفسر لك، انا راهو الدوله هذيا واولادها ومجتمعها لازم كل يتلموا مع بعضهم ويخرجوا بحلول، سي دي سونتر دو ستيريليزاسيون، نشوفوا التجارب نتاع البلدان الاجنبيه واش عملت، فرنسا زيرو كادوراج، هولندا زيرو كادوراج، واش عمل اليابان، واش عملت كذا، ونقتبسوا نشوفوا التجربه اللي باش تخرج علينا اكثر، الاقرب لينا معناتها اللي نجموا نحققوها بامكانياتنا. اما راهو الحلول موجوده، يد واحده مش يد وحدها ما تصفقش. البيبليك معناتها لو سيكتور بيبليك يخدم وحده ناقص افكتيف، باسكو برشا ناس خرجوا تريتريت وما عوضوهمش هنا باش تقدم، السيكتور بريفي ما تعطيش امكانيات زاد ما تعطيش حقه، علاش ما توفرش الكلام معناتها التلقيح جراتويتمون للاطباء البياض، ويوفر لي انا نعاود بلادي ما نسالش، وفر لي التلقيح واضح مش معناتها التقليح اللي تشوف فما صارت اشكاليه نتاع 300000 دوزه تحت بريمي ما خليش به ربي، وفرقها على الاطباء البياض جهز وفرق عاوني انت مثال شنو المشكل عاون بلادك. ما طلب برشا حلول، الحلول الحلول جوستومون الحلول موجوده، لكن نحكيو مع بعضنا لازم نحكيو نقربوا لبعضنا، فهمتني؟ ماناش عادي نحن دوله واحده بلاد واحده باش نتعاونوا
يدي واحد والمصلحة واحدة زيد مصلحة ولدي ولدك و حيوان زيد هذه خدمتي بيطري نحميك زيد نوفر الإمكانيات ما تعملش عليا باش نقوم بحاجة من جيبي أنا بيدي معناتها في جيبي مضروبة واضح شكرا شكرا لك ميرسي بوكو دكتور علي الدين المديحي طبيب بيطري ميرسي بوكو مالوكا ان شاء الله يلقاو حل في اقرب وقت كما قال يد واحده ما تصفقش هذه مسؤوليه نتاع الناس الكل نتاع المواطن البلديه الدوله نتاع الناس الكل دونك يعطيك الف صحه مالوكا بعد شويه نحن نهزوكم البنزرت يتدخل معنا سيلوت في صفيقتي مدير مهرجان بنزرت الدولي ونزيد نحكيو في بوان سونتي نحكيو على خوف من طبيب الأسنان الفوبي من الدونتيست مع دكتور أمين الورغي هذا الكل يستنى فيكم بعد شوية نخرج فاصل صغير ونرجع معكم يفهم غراس ماتيني إينيس الكيبسي من العشرة لنص النهار على يفهم أحلى راديو لحديش وثلاثة وثلاثين دقيقة على يفهم أحلى راديو هذه ساعتنا الثانية من غراس ماتيني مازلنا مواصلين حتى النص نهار توتسويت نحكيو فيستيفال مهرجانات ونتعرفوا خلينا على تاريخ مهرجان بنزرت دولي مع حلمي بوزويتا بعد شوية زيدا نحكيو على مهرجان بنزرت لكن قبلها خلينا نسمعوا حلمي بوزويتا شنو حكينا على مهرجان بنزرت مرحبا بكم في بوان فيستيفال في حلقة اليوم باش نهزوكم لمدينة يرجع تاريخها 1200 عام قبل الميلاد وكان اسمها إيبو أكرا وكما قرطاج فإنه اللي أسسوها هما الفينيقيين المدينة هذه عندها موقع استراتيجي مميز برشا في البحر الأبيض المتوسط الشيء اللي خلى حتى يوليوس قيصر يمشي لها بعد سقوط قرطاج ويسميها إيبو دياغيتوس وبالأمارة فإنه نلقاو فيها أقصى نقطة في القارة الإفريقية وتحديداً في رأس أنجلة وهي اللي شهدت جلاء آخر جندي فرنسي من تونس في 15 أكتوبر عام 1963 أكيد راكم عرفتوا إنه نحكيو على بنزرت واللي فيها مهرجان عريق وصل السنال دورته 41 المهرجان تأسس عام 1982 وكانت عروضه تنتظم في ملعب 15 أكتوبر قبل ما يتم تهيئة مسرح الحسن الإسباني اللي توصل طاقة استيعابه لحوالي 10,000 متفرج وتولي العروض تنتظم فيه المهرجان هو قبلة للجماهير من تونس ومن خارجها خاصة أنه الجمعية اللي تشرف على تنظيمه تسعى سنوياً لإرضاء جميع الأذواق وتوفر عروض تجمع بين الغناء والمسرح وسبق البرشة أسامي كبار إنها أثت حفلات في مهرجان بنزرت كيما ألفا بلاندي، جورج واسوف، كاظم الساهر، مجد الرومي، هاني شاكر، نور مهنا، الشاب خالد، صابر الرباعي، صلاح مصباح، إليسا، نانسي عجرم، وشيرين عبد الوهاب، وشيرين اللجمي، والقائمة تطول. نرجع لدورة السنة اللي تقدرت ميزانيتها تقريباً ب 600 مليون، وين كان الافتتاح نهار 17 جويليا بعرض الفنان محسن الماطري، وباش يكون الاختتام نهار 20 أوت بعرض الفنانة نجاة عطية. مهرجان بنزرت الدولي كان موضوعنا اليوم في بوان فيستيفال نرجع لكم الجمعة الجاية إن شاء الله باش نحكي لكم على مهرجان آخر تشاو تشاو شكرا لحلمي بوزويتا كان هذا تقرير صغير عرفنا به تاريخ مهرجان بنزرت خلينا اليوم نحكيو على برمجة المهرجان توتسويت مع مدير مهرجان بنزرت الدولي سيلوتفي صفيقسي كان في الاستماع نقول لك أهلا وسهلا مرحبا بك على يافام سيلوتفي مرحبا بك وكل مستمعي يافام يعيشك مرحبا بك سي لطفي شهر تعدى على الافتتاح متاع المهرجان برشا عروض شفناها تقييمك على الشهر اللي تعدى ذي سي لطفي والله مبدئيا تفاجأت بالحضور الجماهيري تفاجأت بالمحبة اللي عند جمهور مهرجان بنزرت عند الناس المغرومين بالثقافة وبالفن فوجئت بالحركية الكبيرة اللي عملها الحركية الاقتصادية اللي عملها مهرجان بنزرت مهم برشا انه فما برشا رضا صحيح فما نقائص فما برشا رضا من طرف محبي مهرجان بنزرت هذا مهم يخلينا حطينا حشرة اخرى في الصرخ هذا الكبير اللي هو مهرجان بنزرت الدولي
جوستومون سي لطفي وانت تحكي لي على الجمهور، شفنا البارح حفل الفنان نوردو اللي على مسرح مهرجان بنزرت للعام الثالث على التوالي، وعلى عكس بعض الفنانين نوردو الجمهور فرح به برشا ورمالو الورد والمشموم، وكان حفل ناجح 100% هذا حسب اراء الجماهير. اكيد هو بون النجاحات كبيره في المهرجان السنة، واخرهم نوردو بما انه اخر عارف اخر عقد نقول راهو الجماهير فرحت بالفنانين كل رحنا في بنزرت، وهذين حتى اللي يجي من تونس ولا من خارج الولايه راهو ناس مضيافه وتفرح بالضيف، وخاصه كي يبدا فنانين راقين بمستوى اللي جاوا السماء معناها الكل معناها تقريبا، فما محبه كبيره وفرحه كبيره لكل الفنانين معناها واخرهم نوردو معناها. لا انا سالتك السؤال هذا يا سي لطفي على خاطر شفنا للاسف الفوضى اللي صارت في عرض سمارة وعلي وجنجون، علاش في بنزرت بالذات صارت الفوضى هذيك؟ والله اول حاجه بعد العروض، مش وقت العروض ولا قبل العروض، هذا مهم، انه بعض من الفئه صغيره هي من جمهور اللي حاول باش يشوش على مش على الفنان على المهرجان يمكن، خاطر بعد العرض وقت اللي نقول لك في حفلة سمارة وفي حفلة جنجون وعليه معناها نحكيه على قيشي فرمي معناها نحكيه على جماهير سولد اوت معناها ناس لو كان جاو ناس ما تحبش الفنانين هذوك ما يخطوش تذاكر وما يجيوش بالعدد الكبير هكا وما يفرحوش بالفنان، واكثر من هذا معناها فما حفلات تجاوزت التوقيت المسموح به ولا التوقيت اللي العقد اللي يربطنا واللي هو نعرفوها تقريبا كل بين 90 دقيقة وساعتين، هذا هو أغلب العروض. وقت اللي عروض تبدأ قبل وقتها يعني حفلة سمارة بدأت 10 عبارة معناها على وجنجون عارض دائم حتى 12:30، وفما عارض روف ماهر ولطفي بوشناق ومرتضى اللي عملوا سولد أوت زادة وعملوا ومعناها والجماهير كانت معناها يعني لطفي ما خلاهوش يهبط من الساهم معناها ما في ساعة غير أربعة والجمهور مازال طالب معناها الحق بتاع ربي. بعض النقائص واللي حكينا عليها زي وهذا اللي قلناه انه في حفله في جوز حفلات مراب صارت رمي بعض التعويض بعد العرض والحمد لله لاباس، صارت مشاكل اكبر برشا في السنه الفارطه لكن ما خذتش الهاله الاعلاميه اللي خذتها السنه. هذا مهم علاش؟ لانه الهاله الاعلاميه او وقت الناس تتبع يعني الناس مغرومه بالمهرجان، الناس عاطيه قيمه للمهرجان، الناس عاطيه قدر للفنانين والناس اللي تجي للمهرجان، وريتو سمع انه المتابعه كبيره برشا. لو نحكيو على بعض العروض راح نحكيو على 2,400,000 متابع. على معناها لو ارقام كبيره برشا، لو ارقام الجماهير اللي قطعت التذاكر، لو ما عملناش حفلات نستدعوا فيها العباد باش نعبيو المسرح، هذا مهم. العروض انا معناها تفاجات مفاجاه ساره برشا بمرتضى عرض من ارقى ما ثم معناها لطفي بوشناق عمل عرض ابهرة اكيد الناس الكل. اي ومهرجان بنزرت يظهر لي اكثر مهرجان تحكي عليه سي في السنه بالبرنامج نتاعو المختلف، الفنانين الجمهور الغفير كما كنت تحكي لي انت اللي حضر لي سولد اوت اللي عملهم في اكثر العروض اللي تعاملوا، واليوم عندكم موعد مع بسام الحمراوي بعرض المايسترو، شنو يستنى في جمهور بنزرت اليوم؟ معناها نفس الشيء، بسام الحمراوي قاعد يمشي في خطوات العروض الاخرين معناها التذاكر، واحنا عملنا طريقه جديده الكترونيه وبيعنا على طريق الانترنت وكذا، ونعرفوا حتى الناس مين قاعده تقص يعني كي نقول لك انا 1453 تذكره تقطعوا في لطفي بوشناق خارج ولايه بنزرت معناها المهرجان اثناء عنده اشعاع كبير، وكما قلت انت تقريبا الناس كل تحكي عليه في كل وسائل التواصل الاجتماعي في كل وسائل الاعلام متابعه، وبصراحه نحب نشكر كل الاعلاميين في كل المؤسسات على الاهتمام اللي كل ديتاي تعدى على المهرجان، وهذيك راي عاونتنا باش الناس واحباء المهرجان يعرفوا حتى البرمجه، يعرفوا حتى الحفلات اللي جايه، الناس اللي تغطي في الحفلات الاعلاميين سواء الجهويين ولا الوطنيين كل المؤسسات معناها ناس خدمة بقلب ورب المهرجان، هذا معناه ما فماش
حتى كلام يجم يشكرهم ولا يعطيهم حقهم. معناها ناس عملت كوميونيكاسيون كبيرة برشا المهرجان هذا يخلي المستشارين. ونشكركم زيدا انتم برشا سي لطفي على خاطر توا كي ندخلوا على الباج على الفيسبوك معناها خدمة كبيرة على الديجيتال كوميونيكاسيون كبيرة برشا معناها تحينوا في الباج كل شيء موجود المعلومات الكل الاستفسار أي استفسار نلقاوه زيدا في الباج الرد متاعو ويعطيكم صحة حتى على الجانب التنظيمي وذي رأي الجمهور اللي حذر قال جانب تنظيمي محكم ومعناتها رائع جدا معناها كل شيء تعدى لاباس في مهرجان بنزرت والاختتام زادة باش يكون نهار 20 أوت بعرض للفنانة الكبيرة نجاة عطية باش نوعدوا جمهور مهرجان بنزرت يعني احنا سنة قاعدين معنا اللي تلقى حفلة كبيرة في كارتاج تلقاها كبيرة زادة في بنزرت معنا مهم را لطفي بوشناق في الافتتاح كارتاج في وسط مهرجان بنزرت ونجاة عطية احتفاء بعيد المرأة في كارتاج واختتام مهرجان بنزرت وبعد بصراحة معنا المهرجانات كنا تخدم في بعضها كارتاج والحمامات وبنزرت معنا من كوميونيكاسيون للفنان وللعارف حتى اللي ما خلطش على العارف في كارتاج يخلط عليه في بنزرت وهذا اللي صاير نفس الشيء فما برشا معنا انتظار من من جماهير مهرجان بنزرت الرجوع نجاة عطية لأنه السنة كأنه احنا قاعدين نحيو في الرجوع معنا افتتاح بمحسن الماطي بعد 18 سنة رجوع نجاة عطية تقريبا نفس المدة للمهرجان بنزرت معناها كأنه الذاكرة قاعدين نحينوا فيها وقينا احنا العارف متاع نجاة في كارتاج ودي صراحة خلينا مطمنين على اختتام مهرجان بنزرت نقول لو حاولنا باش نجتهدوا سنة حاولنا باش نكونوا في مستوى التطلعات نجحنا في حاجات وفشلنا في حاجات باش نصلحوا حاجات نقول لو كنا احنا يمكن اكثر ناس مانيش راضيين على العطاء نتاعنا كنا نقولوا كل في كل حفله نجموا نعطيو خير كنا نجموا ننظموا خير وهذه التجربه نتاع الهيئه المديره الجديده اللي ان شاء الله هي تجربه كبيره وانت فكرت الميديا نتاع المهرجان راهو ناس متطوعه ناس بروفيسيونيل في خدمتها ما تروح راهو كان 6 و7 تاع الصباح حتى الماتيريال كل تحضر وتهبط واكثر من هكا حتى وسائل الاعلام الكل ولا المستشارين اللي يطلبوا ماتيغ بروت رانا نعطيوهم راو المهرجان مفتوح للناس الكل والقفزة في لي باج الكل راو في الفيسبوك ولا انستغرام ولا راو قفزة كبيرة برشا خلتنا قدام مسؤولية أكبر برشا واحنا نقولوا راو هذا شوية راو عام الجاي وتصحيح شوية للمجهود اللي تعمل في اللي يفهم اليوم انه راو عام الجاي 50 سنة من تأسيس المهرجان في وقت اللي كان نص اسمه قرن ما شاء البحر الله نص قرن البحر الأبيض المتوسط أغنية المهرجان الدولي لأغنية البحر الأبيض المتوسط هذه التسمية الأولانية متاعه اللي بدأت ومن بعد كما تقال في التقرير بدأ في 15 أكتوبر وهكا اللي خلى البلدية وزارة الثقافة وكذا الناس اللي باش تبني المسرح يعني المهرجان كان هو السبب في بناء من أكبر مسارح تونس واللي الحمد لله وصلنا تقريبا تول 90,000 متفرج اقتطعوا تذكرهم ما شاء الله واضح سي لطفي باش نختم معاك بالميزانيه نتاع المهرجان خاطر نحن نحكيو على واحد من اكبر المهرجانات في تونس عندنا كارتاج حمامات وبنزرت زاده اللي هو مهرجان كبير وشفنا اسامي كبيره الفنانين عمالقه هل انتم راضين على الميزانيه المهرجان كارتاج المهرجان بنزرت عفوا اي خلينا نقولوا احنا بالنسبه لنا احنا والتقرير اللي تجبد قال 600,000 دينار وصحيح في بداية الدورة كانت هذه تقريبا الميزانية التقديرية لكن اليوم نحكيه على 1,120,000 دينار هذه الميزانية نتاع المهرجان نتاع المهرجان فيها تمويل عمومي جهوي قيمته 35,000 دينار والباقي الكل مجهود جمعية مهرجان بنزرت تمويل تقريبا 1,100,000 هو تمويل ذاتي بدون تمويل وزارة الثقافة وزارة الثقافة ما ولدتش سي لطفي حتى من لين حتى من لين المهرجان بنزرت من وزارة الثقافة حتى من لين السنة الفارقة والسنة هذه هو تمويل جمعية واضح وتمويل وطني وأحباء المهرجان والناس اللي قطعت تذاكرها ومستشهدين
وشركاء انا وتمويل جهوي فقط. هل يعقل سي لطفي، هل يعقل وزاره الثقافه ما تمولش مهرجان كبير كما مهرجان بنزرت؟ والله السؤال يطرح على اهل الاختصاص ويطرح على الناس اللي يتمول في المهرجانات. انا قلت تمويل جهوي مندوبيه الثقافه بنزرت وبلديه بنزرت 20,000 دينار و 15,000 دينار هذا 35,000 بالضبط التمويل العمومي. لكن المجهود اللي قامت به بلدية بنزرت والمجهود اللي قامت به ولاية بنزرت في تهيئة وفي مساعدة المهرجان هو مبالغ كبير. لكن في الدورة بالنسبة للدورة حتى تمويل من خارج، تمويل عمومي من خارج بنزرت واضح حتى من ليب، يعني ويلوموا على المهرجان كيفاش ما فماش عروض دولية وكيفاش راهو باش تعمل عروض مئات الالاف. اول حاجه احنا نحافظوا على الطاقه الشرائيه نتاع المواطن لانه نعرفوا الناس كل التذاكر اللي اسعارها كانت معقوله ومعقوله جدا، يعني بس هي غدوه ب 15 ب 25 15 اليوم سمحت بس من الحمراء التذكره ب 15 دينار في المدينة، معناها اغلى تذكره في المدارس، اغلى تذكره في الدوله 25 دينار هي في المتناول مقارنة بأسوام تذاكر في مهرجانات أخرى. واضح في نفس الحجم نتاع بنزرت وبدون تمويل، ورغم هذاك وقت اللي يقولوا 90,000 متفرج اقتطعوا تذاكرهم هذم اللي مولوا المهرجان. واضح سي لطفي مش حاجة أخرى معناها، وراو إمكانيات كبيرة حطيناها في الأجهزة الصوتية والضوئية لأنه يعني حاولنا باش نحسنوا في البنية التحتية، راو إمكانيات كبيرة كبيرة برشا في الإلكترونيكي في البطاقة الإلكترونية في هذم كلهم يلزمهم إمكانيات كبيرة. ورغم ذاك خلينا عملنا المخاطرة كجمعية وخلينا قرارات هذية، لكن والحمد لله في الآخر الجمهور والأحباء المهرجان كانوا في مستوى تطلعات. واضح سي لطفي شكرا. والميزانية هي إيجابية في آخر الدورة. اي واضح سي لطفي وامكانيات كما قلت انت كبيره ومجهودات كبيره نشكركم عليها، على خاطر كما قلت العروض تعديت عروض رائعه والسولد اوت المكثر العروض، واليوم جمهور بنزرت عنده رونديفو عنده موعد مع بسام الحمراوي بعرض المايسترو. كل التوفيق سي لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي. نحن بعد شويه نحكيو بوان سونتي، نحكيو على الخوف من الدونتيست، فوبيا كبيرة عند الناس اللي يمشيوا للدونتيست، نفهموا الفوبيا ذي منين جاية. دونك بعد شوية يجي بحذينا دكتور أمين الورغي طبيب أسنان، لكن بعد الفاصل، فاصل صغير ونرجع معكم. انتم تسمعوا في EFM غراس ماتيني إنيس الجيبسي من العشرة نص نهار على EFM أحلى راديو. لحداش واحد وخمسين دقيقة عليا في أحلى راديو، مازلنا مكملين معكم حتى النص نهار. هذه غراس ماتيني في ساعتنا الثانية توت سويت بوان سونتي، نحكيو على الخوف من طبيب الأسنان الفوبي اللي عندها منها برشا ناس، ساعات تلقاهم في عمر متقدم ويبداو خايفين من طبيب الأسنان. دونك هذايا موضوعنا مع دكتور أمين الورغي طبيب أسنان، نرحبوا به توت سويت. بونجور دكتور. عسلامة عينيا، شنو حوالك؟ شنو حوالك؟ صافا؟ تخي بيان. الحمد لله. ساعة قبل ما نبداو ونحن قلت موضوعنا الفوبي من الدونتيست، وانت دونتيست لكن دونتيست نعرفوا ساعات توجع اكسنتك باش تمشي لزميلك باش عندك الخوف هذايا ولا لا؟ بيان سور دونتيست وتخاف. الخوف سي ان سونتيمون عادي للناس الكل، الناس الكل تخاف، اما وقت اللي يفوت لك سي ولي تولي فوبي وقتها تولي مشكل. ما عندكش دونك فوبي، عندك جوست خوف صغير كيما اي واحد. كيما اي واحد. واضح. الفوبي دونتير هي بالعربي الخوف من طبيب الاسنان. كيفاش تتولد هذا؟ خلينا نبداو من الاول دكتور، كيفاش تتولد الفوبيا؟ جو بريفير نقول لي سامبتوم ولا لي سيني ايفوكاتور من الاول نتاع الخوف. نجمو نراهم مثلا في مريض ياخذ رونديفو بعد يطلب باش يعاود يبدل باغ اكزومبل، والا حتى الكونستا يصير حتى في الكابيني كي تشوفوا كي يجي الكابيني لو ماليز اللي يبدا فيه وهو قاعد يستنى باش يدخل باش يخدم باش يعمل السوا نتاعو. ثم سيني زاد يتشاف وقت اللي المريض يقعد على الكرسي كيبس روحه نقولوا له ريسبيراسيون تبدا اكسيليري، يقول لك راه قلبي قاعد يدق فيسع. هذوما الكل سي ان بو دي سيني اللي موجودين.
الكوز كيما سالتني من الاول تنجم تكون ولا دون لا ماجوريتي دي كا اللي هي اون موفيز اكسبيريونس. معناها مشى هو صغير باش يعمل سوان. حبيت جوست نقول راه الفوبي دونتير سا كونسيرن كو سوا ادولت ولا صغار. دونك مش كاين مربوطه كان بالصغار. دونك لاكت اللي عمله كو سوا قلع عمل سوان بو امبورت اللي هو توجع برشا. دونك لو سوفنير هذاك يقعد عند حتى كي يكبر دونتيست تولي سينونيم تاع وجيع. حتى اكت مثلا دي تختراج حاجه سامبل اللي نورمالمون اندولور ما فيهش وجيع بالنسبه لي هو سي ان كالفير حاجه صعيبه ياسر باش يمشي للدونتيست. واضح. بي اللي عندهم فوبي دكتور اقصى الحالات نتاع الفوبي نتاعهم شنو يصير لهم؟ شنو يعني فما اللي يدور؟ هل فما اللي يخرج ما عادش يرجع للدونتيست؟ Bon, c'est les cas extrêmes. Chez lui, enfin, il peut faire un malaise, il peut piquer une crise d'angoisse, par exemple. Tachycardie, calboyoli d'or, fissa. Il n'a jamais eu de rouge. Dans la salle d'attente, il y a quelque chose. Il y a déjà, tu as vu, قاعد في كرسي ماهوش مرتاح. فهمت؟ داك يهز روحه ويخرج. هذوما جينيرالمون شنو يصير. انت قلت لي الاكت معناها شنو هو الاكت المربوط بالفوبي اللي يعمل فوبي؟ هل انت باش تقلع سنة باش تعمل دي تختخاج بتركب فاسد شنو هو؟ لا فوبي ماهيش جايه مثلا من اكت معين، راهو ينجم يكون يعمل لي سوان الكل ما فيهمش وجيع، ما فماش اكت اللي هو خايف منه. هو لو فات اللي باش يقعد في الكرسي باش يسمع الحس نتاع التوربين سالومي دون ان اوتر ايتا. ماهيش مربوطه كان بوجيع، نجم يعمل عمره اللي توجع عند دونتيست، مي لو فات اللي باش يمشي للدونتيست بالنسبه لي هو حاجه صعيبه ياسر. دونك فوالا. دورك كطبيب اسنان كطبيبو كيفاش تريضو؟ كيفاش تحكي معاه؟ الحلول. فما حلول هي بالنسبه pour gérer الفوبي دونتير. بون اهم حاجه هي الرلاسيون بين المريض والطبيب. مهمه. وي بيان سور اهم حاجه في الشين هذه الكل. سي اون رلاسيون دو كونفيونس. لازم المريض يبدا عنده ثقه في الطبيب نتاعو. اش معناها؟ معناها كي تبدا تخدم والاكت باش يوجع شوي يا با دو مال باش تقول للمريض نتاعك راني باش نوجعك. راهي اون دولور دو 5 سكوند من بعدها تحضروا فوالا سي ميو كو تقولوا راه مثلا مش بالكل وجيع ويتغدر بالوجيع ومن بعد هكا الكونفيونس هذيك تتنحى. دونك بروميير لا بروميير شوز ا ميتر اون ايفيدونس هي الرلاسيون بين المريض والطبيب سي اون رلاسيون دو كونفيونس. ثاني حاجه لو كادر نجمو مثلا سكان ابل ميوزيكوثيرابي معناتها نجم تحط موسيقى تكلميه بها هكا ترتحوا اكثر تخرجوا ما كل اللي هو قاعد يخام في سنين باش يسرح شويه مع الموسيقى. نجم زاد تحكي معاه تلهيه نتصور هكا بالكلام تحكيوا على الطقس تحكيوا على المشاكل بتاع الدنيا. بيان سور بيان سور تحل معاه حاجه اخرى باش تنسيه من باش تخرجوا من ليتا هذيك. دونك يا لا ميوزيكوثيرابي ثم دوتر تكنيك كيما ليبنوس التنويم المغناطيسي. بون؟ وي. هذا يعملها الدونتيست؟ وي. كيفاش؟ سي دي فورماسيون هما يعملوهم لي دونتيست. enfin pour résumer شويه spécialement للناس اللي عندها فوبيا يعني exactement هي c'est une séance courte d'hypnose on va dire le but نتاعها je m'entrelouche pas في الديتاي de mettre le patient في état de relaxation maximale donc ترقدوا دكتور مش ترقدوا لا ترخفوا il est conscient voilà D'accord. il est relâché avant d'entamer l'acte قبل ما تبدا واضح. À part l'hypnose, il y a sédation consciente et les échanges à tardir à l'ouïe. Je m'en ai. Tardir l'ouïe, femme à zoustoroc. Soit à travers des médicaments, harabch. Je cite une molécule, elle est benzodiazépine. Et les échanges à l'adapter. L'adapter de relâcher le patient au maximum. Soit la sédation consciente avec le myopal et au gaz. C'est un gaz. موجود في تونس. تضربوا بالغاز دكتور؟ لا مش نضربوا بالغاز. بعد الكو جوست في تاع. سي ان غاز اللي يلبس ماسك. سي ان غاز ماجيك انا نسميه ميوبا. يخلي الباسيون ديتوندو على الاخر. دونك لي زاكت الكل يتخدموا باش نقول لك نعطيك ان اكزومبل باش هكاك تبدا واضح. لو غاز يخليه ديتوندو ماهوش خايف. والحاجه بها الى لا بروبريتي امنيزيك. اش معناها؟ معناها ينجم يكون الاكت دولورو في وسط وانت قاعد تخدم، مي لو باسيون اون فوا كمل الاكت نتاعو ينسى كاريمون اللي هو توجع.
واضح. سي تري افيكاس. بون نحكي هذوما ديما راهو يفو ديستانغي اونتر باسيون شويه دالو و باسيون كي ا فريمون اون فوبي. دونك ثما فرق. هذوما دي تكنيك معناها اللي سميتهم لي باش نرتحوا بها الباسيون باش ما نخليو ما نخليوش الباسيون يخاف. هذوما حيل معناها مش حيل سي بلوتو دي ميثود دي ميثود اكزاكتومون كي اون بروفي لور افيكاسيتي ميثود ميديكال. ولازم سامحني الطب معناها الطب الاسنان يكونوا عاملين لي فورماسيون هذوما ماذا بهم يكونوا عاملين لي فورماسيون هذوما لي ميثود يستعملوهم على لي باسيون بيان سور بيان سور كو سوا بور ليمنوز ديال لي فورماسيون افير لو غاز ميوبا سي دي فورماسيون افير سي لا سي اون فورماسيون كون بيل فير وموجود الغاز في تونس موا ميم جو ترافاي افيك فوالا دونك سي ا بو بري هذوما الحاجات اللي نجمو نستعملوهم باش نجريو شويه الخوف من وفما ناس دكتور تلمون يخاف ولا عندهم فوبي هكا في الصغر نتاعهم صارت لهم حاجه هكا خافوا من الدونتيست دونك ولات عندهم فوبي ما عادش يمشيو جمله للدونتيست ويضروا سنهم بيان سور سير هذايا بيان سور موجود ويتيحوا سكون ابل في لوتو ميديكاسيون معناها طونك عنده وجيعه يخو انتالجيك دواء نتاع وجيعه ويقعد هكا يصبر روحه بالدواء هكا من بعد ما يمشيش والسنة تقعد في التوتال باش يمشي للدونتيست و سافا انجندري دي كارديو افان دي باثولوجي اكبر برشا من اللي بدات من البوان ديبار اللي بدا بيه من الاول السنه اللي هي تتعدى من بعد على القلب وتضر برشا حاجات. فوالا اكزاكتومون اكزاكتومون شكرا ميرسي بوكو دكتور ربي يفضلك يعطيك الف صحه دكتور امين الورغي طبيب اسنان. كان هذا موضوعنا اللي برشا تويسا وما نكذبوش على بعضنا ما نخبيوش على بعضنا برشا عندنا فوبيا من الدونتيست كيما نقول ساعات تلقاه هكا يبدا انسان راهو ما تعطيهوش في جمله اللي هو يخاف من الدونتيست لكن راهو كي يقعد فك الكرسي هذيك ويسمع حس الماكينه يولي يرعش ويخاف وما نورمال هذايا كيما قال الدكتور هذايا فوبيا من اللي نحنا صغار تلقاها هكا صارت حكايه مع الدونتيست دونك خاف على الاخر كيما قال راهو ماذا بينا كي يبدا باش يوجعك الدونتيست معناتها الدونتيست ماذا بيه يقول لك راهو توا باش تتوجع شويه ولا ما فهمش وجيعه هكاك ما تحسش بالغدره من الدونتيست نتاعو وتهرب وما عاودش ترجع له وسنين لازمنا نحافظوا على السنين مهم برشا سنين بيان سور بيان سور سي ان كابيتال اللي لازمنا نحافظوا عليه ملي نحن صغار اهم حاجه هي السنين اهم حاجه وي فوالا وقد ما تسكت على السنه راهي تتهلك ومن بعد حتى التكلفه تولي اكثر والوجيعه تولي اكثر ملي تبدا حاجه صغيره تولي من بعد تمشي وتكبر دونك يلفو ميو من الاول لا تريتي وخير اكزاكتومون شكرا ميرسي بوكو دكتور امين الورغي نحن هكا وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في غراس ماتيني الجديده توت سويت احوال الطقس مع حمزه بونجور بونجور رينا سافا البحر يعوم ولا نحب نعمل غطسه دا الويكاند هذايا صعيب شويه سورتو اخر العشاء باش يكون مضطرب وغدوة هيجي على الاخر بيه تري بيان دونك نهار الاثنين اجل البروغرام نهار الاثنين تري بيان نهار الاثنين قال لكم حمزه امشيوا عوموا سينو الحراره تعرفوها بعد شويه مع حمزه بقى لكم الاخبار مع احمد التليلي خليكم عبقيت برامجنا عليها فين باي باي نسكول تشاو.